مسجد محمد علي أو مسجد الألباستر أو مسجد المرمر، واحد من أشهر المساجد الأثرية في القاهرة. المسجد ده بيضم أكبر نجفة في هذا المسجد، هي نجفة أثرية، قطعة فنية فريدة من نوعها جوه المسجد، اشتغلت على ترميمها وزارة السياحة والآثار لمدة 3 سنين. اللي زار القلعة وشاف جمال المسجد ومحتوياته الجميلة هيعرف قد إيه مصر غنية بكنوزها. تعالوا نتابع هذا التقرير. داخل مسجد الألباستر الشهير بمسجد محمد علي باشا والواقع بقلب قلعة صلاح الدين الأيوبي، هناك واحدة من أقدم وأجمل وأكبر الثريات الأثرية التي لطالما كانت من أعظم معالم المسجد الذي يعتبر تحفة معمارية فريدة. تحت القبة المركزية تتدلى النجفة الرئيسية الأضخم وتزن حوالي 2 طن وقطرها 5 أمتار. خضعت تلك النجفة لأعمال ترميم استمرت نحو 3 سنوات تم خلالها إعادة تجميع أجزاء النجفة بالإضافة إلى أعمال التنظيف الميكانيكي والمعالجات الكيميائية لكافة أجزائها مع صيانة أعمال الكهرباء فيها. العمل لم يكن بالنجفة فقط، بل بدأ داخل قلعة صلاح الدين بشكل عام ومسجد محمد علي بشكل خاص، لتشهد السنوات الثلاث الأخيرة أعمالاً متكاملة لترميم وتنظيف وإزالة تراكمات طالت الحوائط الألباستر والنقوش المذهبة والزخارف المعدنية والساعة المتوقفة منذ عشرات السنوات. وها هو المسجد يعود لبهائه، وذلك في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بتطوير وترميم المواقع الأثرية بمختلف عصورها التاريخية.